والله عزيزي بالنسبه للكهرباء ما كانوا ينقطعوا هذه، بس هسه صار القطع ومو وقت انتخابات وهذه صار القطع وهسه ماكو كهرباء ما يجي. والله ما نعرف، كل من يسال يقول ما حد يعرف. هسه في شهر رمضان الناس يعني اجواء حاره ووطني ما يشوفوا هاي صار كم والله صار له كثير. والله على المولده على المولده على المهفات انا اعيش على هذه ماكو وطني. اي والله درجه الحراره مرتفعه درجه الحراره 45 تقريبا. والله هسه نطالب بالوطني بس. احس النوع الوطني مثل قبل. مثل ما كانت قبل الانتخابات. احسن. اي كهرباء مستمر وهذه. والله اخوي الكهرباء هالايام ما زين. يعني قبل شوي احسن من هسه. هسه حينقطع. ورمضان والعالم صايمه. تروح على البيت ترتاح الا وطني ماكو على اهل. وخلونا على مروت اهل المولدات. كم ساعة يجهز الوطني بالليل؟ والله بالليل ما حيجي اربع خمس ساعات وحيطفوه، والله نطالب يا اخويا يوفرون هالوطني هذا العالم لترتاح هالخدمات، الى متى احنا نعاني من الوطني ومن المولدات؟ الى متى؟ حقيقة قبل الانتخابات الكهرباء ما ينطفي، يعني حتى بغداد بالموصل كل محافظة. بعد انتهاء الانتخابات اشوف الكهرباء اليوم ما يجي له ساعه، والله حقيقه اذا اقول لك يعني اغلبيه الناس مو صايمه، حقيقه يعني مو عن هذا، ماكو كهرباء، الناس عماله شغل ماكو، كهرباء ماكو 24 ساعه الكهرباء منطفي، والبق ما شاء الله قاعد يلعب بنا طوبه يعني والله نطالب من الكهرباء. هو اصلا الكهرباء لو عاطل مو عاطل ولكن خلل من مدير كهرباء الموصل او من خلل فني، هم متقصدين هالشيء هذا حقيقه. بعد الانتخابات ما انتهت الكهرباء عدم. والله السبب احنا دناشد الحكومه دنعرف شنو السبب. اول شيء احنا بشهر مبارك كريم، ثاني شيء يعني درجه الحراره عاليه وكلها صيام، ابو المولد مرات يعطل، يعني حاله يعني صعبه. مباشرة وراء انتهاء الانتخابات، لأن على مود بس انتخبناهم وهذا هو بعد سلامة. صراحة ساعتين 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 بس، ونرجع أن ينظرون بهذا الموضوع رأي الإنسانية. يعني ما يصير يعني ناس مرضى ناس رمضان. والله أقول لهم إحنا بلد الكهرب بلد البترول بلد الغني، يعني مستحيل أن نصل لهاي الحالة. معاناتنا على كهرب، إذا كهرب ما نوفر نفسنا عجل لمن؟ لأي دولة نصدره؟ أولاً بناحية الكهرباء الوطني من صارت الانتخابات الكهرباء زين، بس من انتهت الكهرباء العفو انتخابات من انتهت الكهرباء فلش يعني الصفر. اثنين جانا رمضان الكريم ما شفنا الوطني بحياتنا، يعني يجينا إذا يجينا أكثر شيء ربع ساعة نص ساعة طفوا. منطقة الكرامة والقدس، يعني ما احكي على الكرامة والقدس، انا احكي على كافة محافظة نينوى. اولا احنا انحرمنا من الوطني صار لنا اربع سنين خمس سنين. نطالب رئيس الوزراء ومجلس البرلمان يسوون حل للمحافظة نينوى بالكهرباء الوطنية، وكهرباء الوطنية مو عاطل. معتمدة على المولدات، أبو المولدة قاعد يم الجوزة طفي عليك يشعل أبو المواطن. والله الكهرباء شلونه؟ يجي لك نص ساعة يطفى، جالك ساعة طفى، أبو المولدة تطلع عليه يابا شغل ما يشغل، وطني هسه يرجع. بالنسبة احنا بالجانب الأيمن، الإصلاح الزراعي احنا تحررنا من قبل، مو هذا رمضان، رمضان اللي فات تحررنا. ورا تحررت تموز ورا الاصلاح ومشيرفه والحاوي، شو يفرق تموز ومشيرفه والحاوي عن الاصلاح الزراعي؟ يعني الاصلاح الزراعي لحد الان ما جانا احنا كهرب. نهائي كهرب ما جانا، درجات الحراره فول والمولدك الساعه يطفي عليك، زين انت احنا عندنا اطفال وعندنا جهال وصايمين، يعني ليش هيجي؟ يخلي يسمعنا الوزير الكهرباء كل المسؤولين. زين اسعار خطوط المولدات كم سعرها؟ خطوط اليمنى بالايمن ب 10 امبير. ايه والليلي
يشغلك من الوحدة إلى 12 بالليل والليلي لا ويني ويني والله يابا مية ما تجمد يوميا نشتري ثلج والليلي 3 أمبيرات ننطي 21 ألف